هذا الفيديو هو مقدمة لأسباب اللي هي أنا استندت عليها إنه آخذ القرار في خوض تجربة البحث في أسباب ومسببات وجود التحديات القائمة. تمام؟ فأنا هحط نقاط، تمام، اللي هي كلها مجتمعة كانت دافع قوي إنه أنا آخذ خطوة في قرار إنه أنا بدل ما أطور مهاراتي في المجال اللي أنا أشتغل فيه، وجدت إنه الأفضل إنه أنا أبحث في عمق هذا المجال، تمام، عشان أوصل لأصول، عشان أنا أفهم تكوينه الأساسي إيش، لأنه هذا الشيء هو يقود إنه يكون في يعني في بداية لإيجاد حلول للتحديات القائمة. تمام؟ فأنا بشكل سريع هبدأ أذكر المواقف اللي صارت ودفعتني في هذا المجال. أول المواقف اللي صارت واللي هي كانت جوهرية في الموضوع هو تذمر وسخط أصحاب المؤسسات ومدراء المجال التقني. طيلة المسيرة من بداية من العملاء، تمام، ونهاية بمدراء المنشآت والمشاريع، إلا في حالات نادرة تكون لها أسباب، إما إنه المنتج مستقر أو الحل مستورد، الحل يكون مستورد. في خلاصة التذمرات الموجودة هي نابعة عن عدم وجود استقرار في الحل والعرض، يعني الحل نفسه، الخدمة المقدمة، تمام، لا وجود استقرار فيها، هي متغيرة على طول، في تغيير مستمر، ولا يوجد استقرار في عرضها للعميل المستفيد.